اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. بعد التشكيكات التي قدمتها روسيا حول درون انكا اس او العنقاء سين التركية، وجدنا ان اكبر كمين نفذ وباعتراف القيادة الرابعة ونقلا من تيليجرام، وبعدها ايضا اكدتها افيا برو، فقد قصف درون تركي انكا اس قريبا جدا من مواقع القوات الروسية من جهة، وقتلت قائدين كرديين في عين العرب، وايضا وهذا هو المهم ان هناك ما سمي بتوجه مباشر نحو القصف عبر الصورة، وهذا الذي استخدم واعترفت به الأمم المتحدة من خلال تقرير لها حول التقنية التركية بخصوص استتباع قادة معينين ميدانيين عبر الأنكا أس. اليوم الأنكا أس قريبا جدا من روسيا، من القوات الروسية، وهذا الذي خلق إرباكا كبيرا جدا بعد القصف الذي شنته القوات الروسية على أكثر من صعيد. بعد كثافة الضربات الروسية وجدنا الأنكا أس التي تتحرك. لما تحديدا ولما في هذه الزاوية على وجه التحديد؟ أولا الأنكا أس التي شكك فيها أخيرا، وكانت الضربة موجهة عبر الأنكا أس، وهذه رسالة لمن يقول بالأوريون بأنها تستطيع حسم الوضع مع هذه الطائرة. إذن طائرة بدون طيار في مقابل الأوريون الروسية. وسماوات سوريا اليوم هي أكبر حقل لتجريب التقنية الروسية في مقابل التركية، ووجدنا أن الأنكا أس ضربت قريبا جدا من هذه المنطقة على وجه التحديد، وهي دخلت إلى الخط الأحمر، يعني كانت إمكانية الوصول إلى صدام شيء واضح للغاية، لكن الروس فضلوا أن يقدموا رواياتهم في الموضوع بأن المسألة لم تكن تتعلق بهم هم أو بقاعدتهم، بقدر ما أن الأمر كان باتجاه هذه الجبهة التي كانت تتستر من خلف التواجد الروسي، أي الخطوط الحمر التي وضعتها روسيا في شمال سوريا على وجه التحديد بعد النقط الآخرة، فكان القصف بالأنكا أس. إذن أولا هذا اعتراف مباشر روسي بقوة الأنكا أس بعد التشكيكات التي حدثت وحجم الهجمة التي رأيناها ضد الأنكا أس باسم البيرقدار، تبيتو أن هذا سقط وأن هذا الدرون سقط في سوريا وهذا لم يسقط، وأن كل درون يتجاوز الخط الأحمر سيكون سقوطه هو الوارد. هذا ما قرره الجيش وقدمه في أكبر الميادين، خصوصا وأن الوضع كان شديد الحساسية في الأيام الأخيرة، خصوصا أمام هل هذا حطام درون بيرقدار أم هذا أنكا أس أم هذا درون إسرائيلي إلى آخره. وحسمنا في هذا الوضع بأن الأمر يتعلق بالغرب من جهة أو هذا الدرون الإسرائيلي، فكان واضحا جدا بالنسبة للأرقام والترقيم وغيرها، وروسيا رجعت الأمر باتجاه الدرون الإسرائيلي. بعدها وجدنا أن الخبراء الروس وجدوا الأنكا أس على أساس أنها لا تستطيع تجاوز الخط الأحمر مع روسيا وأن الكل سيسقط كما أخبر الجيش الروسي تماما، فوجدنا الأنكا أس وباعتراف تيليجرام وباعتراف القيادة الرابعة وفي بيان رسمي، وأخذتها عنها كما قلنا تيليجرام، وبعد تيليجرام كانت أفيا برو أكدت وقالت بوجود كمين. التطور الملموس هنا أن هناك كمين، يعني لم تكن هناك مناورة عادية، يعني أن هذا النجاح بالنسبة للأنكا أس ليس نجاحا بشكل كامل، لأن لم تكن في مواجهة مفتوحة، رغم أن الوضع يختلف بشكل كبير جدا. نحن نتحدث عن الوصول إلى قائدين وليس إلى قائد واحد، وجرح ثلاث، يعني نحن نتحدث عن خمس، وبعدها مباشرة ولإضفاء صيغة ما فقد رأوا أن يكون هناك أربع مدنيين بشكل محتمل، وواقع الحال أن هذه الجبهة جبهة عسكرية وأصلا هي في خط أحمر،
والخط الأحمر للوجود الروسي، وهذا ما أكدته القاعدة أو بيان للقاعدة الروسية في شمال سوريا إلى آخره. كل هذا يفيد شيئا واحدا، الاعتراف بأن أنكا لا تزال تناور. المسألة الثانية أنها يمكن أن تقصف الأنكا أس قائدين تحت حماية قائدين، وليس قائدا واحدا، قائدين وثلاث جنود، يعني أن كل الفرقة، فرقة الحماية كلها وتحت حماية روسيا، ما يسمى بالخطوط الحمر للتواجد الروسي. كل هذا تجاوزته أنكا ووصلت إلى هدفها وبقاعدين. البيان الرسمي الروسي يؤكد على قائدين وليس قائدا واحدا، رغم أن حالة العملية التي أنجزت كان فيها قائد مع جندي وثلاث، والبقية يعني اثنان كان معهم قائد، يعني قائد مع اثنين والآخر كان مع واحد. على كل حال فقد وصلت أنكا إلى القائدين معا وإلى محيطيهما وهم في الخط الأحمر للقاعدة الروسية. هنا يطرح سؤال بالنسبة لهذه المكونات الكردية، هل الأمر يتعلق بقربهم من أمريكا أم بحماية من روسيا؟ وواقع الحال اليوم أن الخط الأحمر الذي رسمته روسيا والذي تجاوزه تماما الأتراك عندما قصفوا التنظيمات التي يعتبرونها بين قوسين إرهابية، فعلى كل حال وصلت الرسالة بأن هؤلاء كانوا تحت راية الأمريكيين أو الروس، فهم أهداف مشروعة بالنسبة لما قرره الجيش التركي. إذن المسألة تتعلق هنا بشكل تقني، هل الأنكا اليوم لم تسقط؟ هل القاعدة الروسية كيف تعاطت مع هذا الوضع؟ رغم أن آخر تقنية يعتمدها الجيش الروسي أكد وبشكل مباشر ومن القرن وعلى الحدود مع أوكرانيا صرح بالحرف الواحد ومن خلفه هذه الخارطة بأن كل موقع وقاعدة روسية فهذه التقنية موجودة، لذلك فلا إمكانية إلا لتجاوز تيبيتو. فأصبحنا اليوم مع الأنكا أس وليس مع التيبي 2 ولا البيرقدار، وهذا لإيضاح فقط بأن العملية اليوم شهد بها الروس ولم يشهد بها غيرهم. إن كانت هذه هي اللحظة المركزية التي يمكن البحث عنها، لأن الوضع اليوم وضع دقيق جدا، وأن اختبارات الأنكا، وهنا تذكرتم معي عندما قلت أن الأنكا وحدها وليس الأس، اليوم سأوضح فكرة تقنية دقيقة للغاية. هناك إلى الآن هناك تي بي 2 المشهورة، يعني البيرقدار تي بي 2، وهناك تي بي 2 أس، البيرقدار تي بي 2 أس، وهناك الأنكا، وهناك الأنكا أس. لعبة الآس هذه هي التي ترتبط مباشرة بالأقمار الصناعية، تعمل أكثر من 70% بالأقمار الصناعية. وبعد أن أطلقت تركيا قمرها الأخير والذي عد بمثابة تحد إضافي للإدارة الأمريكية، وشكر أردوغان من ساعد على إطلاقه بعيدا عن الضغوط، وجدنا أن التعاطي مع القمر الصناعي التركي هو الحاسم مع الأنكا والحاسم مع البيرقدار تي بي 2، لأن هناك استقلالية أساسا في هذه المعطيات. لذلك فالآس تقصد تماما الآس بداية كلمة للقمر الصناعي بالإنجليزي والفرنسي على كل حال. إذن هذه الآس هي الواضحة والتي يجب التأكيد عليها. اليوم عندنا الأنكا المرتبطة بالأقمار الصناعية يعني الأس، وهناك التيبي 2 أيضا أس، وهذه هي المطلوبة، هذه هي التي طلبت، يعني الأس هي التي طلبت في حرب أوكرانيا. أوكرانيا التيبي 2 نجحت ليس فقط لقدراتها، هناك إضافة استثنائية ودقيقة جدا،
أن هذه البيرقدر تستطيع التعاطي مع 20,000 متر، تصل إلى ضبط الهدف، ليس فقط القصف على 15 كيلومتر، ولا أيضا على ما بين 15 و 18 كيلومتر، أي 18,000 متر، إنما تزيد إلى 20,000، وهذه بمثابة قفزة ثانية تقنية، وهذه مرتبطة دائما بالأقمار الصناعية. وهذا هو الشيء الأهم من كل ذلك، أن الضبط الذي يأتي من القذف، هذه القذيفة، يأتي مباشرة، لأن الارتباط دائما مع تي بي 2 أو البيرقدار تي بي 2 اس، وأيضا بالنسبة للأنكا اس. إذن النجاح ليس في الأنكا، إنما في الأنكا اس. وما حدث في ليبيا في أول الأمر كان فقط بالأنكا، لأن التطويرات أيضا بالنسبة لبوك مثلا 3 وغيرها لم تكن بتلك التجهيزات التي يمكن العمل عليها. الآن الأنكا اس وأيضا تي بي 2 اس، كلاهما يعملان بشكل هائل للغاية، وهذا الذي دفع اليوم يبرو إلى القول بالحرف أن ما حدث كمين. من الذي كمن؟ السؤال هو أن القوات الروسية تحاولت جهد الإمكان أن تساعد هذه الجماعة الكردية المسلحة من أجل أداء أفضل عبر الحماية التي تقدمها فضائيا وجويا، وهكذا وثق قائدان في القوات الروسية. لكن واقع الحال على أن الصدمة كانت أكبر مما تصوره الروس، وتجاوز الأتراك وقصفوا. فالرد بالنسبة لروسيا هو رسالة أن هنا تجاوز للخط الأحمر، وأن القيادة الرابعة أصدرت بيان في الموضوع، لكن كل ذلك لم يمنع الأتراك في متابعة أهدافهم. ولذلك فالأنكا اس هي التي وضعت خطوط جديدة وأيضا سياسة جديدة للتعاطي مع حالة الصراع هذا، وهذا هو التطور الملموس الذي وضع اليوم روسيا في كمين، ليس فقط الفصيل الكردي المسلح، وإنما روسيا وباعترافها. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.